وفي أول يوم من الجلسات الوطنية للسياحة قال وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود إن مرافق الاستقبال انتقلت من 60,000 سرير إلى 140,000 سرير مع تسجيل 120,000 سرير بمواصفات عالمية. بن مسعود قال إن مجال الصناعات التقليدية يخلق مليون منصب عمل. اما بالنسبه للاستثمار فكنت شفتوا النتائج والكل جاب الولايات مختلفه يعرف يشوف التسارع في عمليه انجاز المشاريع الفندقيه، اذ وصلنا الى 140 الف سرير منجز و120 الف سرير تنجز خلال السنه هذه او السنه القادمه. إذن افتتاح وأشغال الجلسات الوطنية للسياحة في تبعتها الثالثة قطاع يعد من القطاعات الاستراتيجية حسب الوزير، فماذا حققت جلسات السياحة وهل هي أولوية في الاقتصاد الجزائري؟ وليد مذكور يفصل أكثر. هناك حركية وضبط للعقار السياحي، وهناك تشجيع للسياحة الداخلية، وسنتوجه نحو إعادة النظر في استراتيجية التكوين. هكذا خرج المنظمون أثناء اليوم الأول من أشغال الجلسات الوطنية للسياحة. هادو اللقاءات رايحين حتى يمدوا يعني دفع كبير لزانفستيسور للخارجيين أو لنا حنايا في الجزائر، ورايحين إن شاء الله نتقدموا باش حنا التوريزم ثاني لازم يمشي يتقدم، باسكو رانا متوخرين على جيراننا المراركة أو التوانسة، رانا متوخرين بزاف بزاف. شخصيات في مجالات متعددة دخلت الاستثمار السياحي ويواجهون عدة عراقيل عطلت إنجاز مشاريعهم. البطء في الإنشاء، خاطر البطء تو إذا كان يفوت عليك عام ما تنجزش، العام راه عنده دور، الوقت عنده دور. كانت مشكورة يعني مثلا كانت مشكورة، والولي كان مشكور، ومسح الأراضي، وما عدا البنكة، البنكة البنكة ثم البنكة، البنوك يعني مثلا لازم تصنف. جلسات السياحة تستمر غدا في يومها الثاني من خلال أعمال الورشات التي ستخصص للمانجمنت السياحي، وكذا استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع السياحي.